اكيد انت بتسهل الدنيا على نفسك وبتحذف اي شخص بالطريقه الغلط دي. تعال اقولك على طريقه اسهل وليها ناتج. اول حاجه هتحدد الشخص اللي انت عايز تشيله من الصوره، بعدين من قائمه سيلكت هنختار موديفاي، من موديفاي اكسباند وهتبعد التحديد بنسبه 30، وبعدين من قائمه اديت كونتنت اوير فيل وهتسيب كل الاعدادات تدوس اوكي. بس كده، ايه رايك؟